لا يزال الخير حيا لا يزال، إن في الدنيا سلاما وظلال. أخبر الأيام أنها في وصال، قم بنا وانظر لآيات الجمال، قم بنا وانظر لآيات الجمال. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا شيء قبله ولا شيء بعده. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، خير نبي اجتباه ورحمةً للعالمين أرسله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه الغر الميامين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد قال جل في علاه: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. وبعد، فيا أيها المسلمون، لازلنا نعيش أجواء رمضان، ولازلنا في أحضان هذه المدرسة العظيمة والدورة التدريبية، دورة تدريبية في تزكية الروح والجسد. نعلم إشراقة رمضان وإشراقة الصيام والقيام على النفس والروح، وهي أعظم الإشراقات. حين يخرج المسلم من رمضان ونفسه قد تخلت عن كثير من الرذائل وتحلت بكثير من الفضائل، فهي إشراقة الصيام على الروح وعلى النفس البشرية. إلا أني اليوم أريد أن أعرض لكم بعض المشاهد، أخي المسلم، من إشراقة الصيام على الجسد البشري. أعرض لكم مشهدين اثنين من مشاهد عظمة هذا الدين وعظمة الصيام والقيام وإشراقة رمضان على الجسد البشري. فأبدأ أخي المسلم وأذكركم جميعاً بأن المصدر الأساسي والرئيسي للطاقة في الجسد البشري هو سكر بسيط، سكر الجلوكوز، يأخذه الإنسان من الطعام ابتداءً. فأحدنا عندما يأكل لقمته فيبدأ الطعام هذا بعملية هضم. بدايةً الهضم يكون ميكانيكي أكثر من كونه كيميائي في الفم، ثم هذا الطعام ينزل إلى المعدة ويستمر الهضم الميكانيكي بحركات المعدة، ولكن جزءاً منه هضم كيميائي بعصارة حمض كلور الماء في المعدة. ثم ينتقل هذا الطعام إلى بداية الأمعاء، فتبدأ عملية الهضم الكيميائي أكثر من الميكانيكي، فتصب عصارة البنكرياس وتصب عصارة المرارة لهضم هذا الطعام. ثم تبدأ مرحلة الامتصاص، أن تمتص هذه السكريات وهذه الأغذية من الأمعاء ليستفيد منها هذا الجسم البشري من أجل الطاقة، من أجل الجهد الفيزيائي والحركة والنشاط والتفكير. طيب شيخي، مرت المفرغات الطعامية، من أين يستمد الجسد طاقته؟ هذه المرحلة الثانية. إذا ما لم يكن هنالك امتصاص من الأمعاء يلجأ الجسم
إلى مخازن الطاقة، وأعظم مخازن الطاقة هو الكبد. الكبد أخي المسلم له مئات من الوظائف، منها نزع السمية من بعض المواد وتركيب بعض المواد. من هذه الوظائف أنه مخزن لسكر الجليكوجين لإنتاج الطاقة. تمضي أيضا ساعات ينتج السكر من الكبد. طيب إذا نفدت مخازن الطاقة في الكبد، ماذا سيصنع ويفعل هذا الجسم الذي خلقه الله بخلق قال جل وعلا فيه هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. الجسد في المراحل ما بعد 10 ساعات من الصيام أخي المسلم يتوجه إلى الأنسجة أو ما يسمى تحطيم الأجسام الكيتونية، ليس من سكريات هنالك، ولكن يحطم بعض البروتينات وبعض الدهون وبعض الأنسجة. شيخيهات من الآخر، ما الذي تريد أن تقوله عن الصيام؟ أخي المسلم هذا العرض لك لأخبرك أن ثمة باحث نال جائزة نوبل عندما شرح المرحلة الأخيرة للجسد البشري حين يتوجه إلى الخلايا، بعض الخلايا وبعض الأنسجة التالفة، فقال الجسم ليس هكذا عشوائيا يحطم الأنسجة الفتية أو يحطم الأعضاء النبيلة، وإنما يمضي الجهاز المناعي إلى تحطيم الخلايا الهرمة وتحطيم الخلايا الورمية والسرطانية وتحطيم الأنسجة التالفة، فيحيط بها الجهاز المناعي ويحللها. فيقول هذا الباحث نستطيع أن نستفيد من هذه الخاصية للجسم البشري في عملية ما يسمى الصيام الإسلامي. كيف يحدث ذلك؟ عندما يصوم الجسد أكثر من 10 ساعات فإن عملية تنقية وتزكية للجسم تحدث في هذا الجسم. فالله شرع لنا شهر الصيام أخي المسلم أن تأكل وتشرب طيلة 11 شهرا، 11 شهرا وأنت تأكل وتشرب ما تشتهيه نفسك، فتتراكم السموم والخلايا الهرمة والخلايا الورمية والسرطانية لتأتي دورة الصيام، لتأتي تزكية رمضان للجسم البشري في هذا الشهر لينقيه من هذه الخلايا التي قد تحدث مرض السرطان والأورام الخبيثة مستقبلا. هذا شرع الله ودين الله. طيب شيخي، بعض المسلمين لا يستفيد من الصيام، تحدث عنده هذه الأمراض، لأننا بالأصل نخالف سنة حبيبنا صلى الله عليه وسلم. كثير منا يريد أن يأكل ويأكل ويأكل على وجبة السحور حتى لا يشعر بالجوع قبيل الإفطار، وهذا مخالف لنهج النبي صلى الله عليه وسلم الذي أوصاني وأوصاك حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان ولا بد فثلث لطعامه ثلث لشرابه ثلث لنفسه. فالذي يتحرى ويتنبه إلى هذه السنة ستعقب وجبة السحور صلاة الفجر، ثم بعد صلاة الفجر الأذكار، ثم هنالك صلاة الضحى وصلاة الظهر. هنا يتوقف الامتصاص، تتوقف مخازن الطاقة، وتبدأ عملية التطهير أو الالتهام الذاتي يسميها العلماء، الالتهام الذاتي لتطهير الجسد. هذه الساعات قبيل الإفطار التي تشعر فيها بالجوع وتصدر وتشعر بالصداع ويصدر من الإنسان نفس الإنسان رائحة كريهة. لذلك عندما أخبرنا صلى الله عليه وسلم ولخلوف الصائم حين يمسي أحب إلى الله من ريح المسك، هذا الخلوف لا يصدر من الفم، ليس سببه مصدر الرائحة من الفم أخي المسلم، وإنما مصدره من جهاز التنفس، لأنه يطرح هذه الأبخرة والغازات الناتجة عن العملية التي ذكرناها، عملية الالتهام الذاتي وهذا الاستقلاب الغريب. هذا من عظمة هذا الصيام أخي المسلم، هذا مشهد عن الصيام،
والمشهد الآخر عن القيام، أنت تقوم الليل في رمضان تسجد لله سبحانه وتعالى. باحث آخر يتحدث عن مشاكل الحياة العصرية، عن مشاكل الحياة العصرية التي نعيشها اليوم، فأجسادنا اليوم تتعرض لكثير من الشحنات والطاقة السلبية. الواحد منا يتعرض إلى شحنات الراوترات، هذه موجات الواي فاي، تتخزن بعض هذه الشحنات في الجسد. إشارة الموبايل تصدر أيضا طاقة سلبية وشحنات تتخزن في الجسد البشري. جميع الأجهزة الكهربائية تصدر شحنات تتخزن في هذا الجسم. فيقول هذه الشحنات أو ما يسمى الطاقة السلبية يضطرب بها عمل الجسم البشري، وأكثر الأعضاء تأثرا بهذه الطاقة هو القلب والدماغ. إذا ذهبت إلى طبيب داخلية يطلب منك تخطيط قلب أو تخطيط دماغ، لأن هذين العضوين لهما شيء من الكهربائية والموجات تخطط. فوجود هذه الطاقة السلبية في الجسم يضطرب بها عمل الدماغ وعمل القلب. فيقول هذا الذي ليس بمسلم لا بد من تفريغ هذه الشحنات بطريقة ما وإبعادها عن الجسم، كما أن للمنازل الحديثة هنالك خط تأريض. أخي المسلم، هذا الخط يوصل بالأرض، إذا ما جاءت صاعقة، إذا ما حصل تماس، فإنها تفرغ الشحنات في الأرض. فقال لا بد من تأمين هذا التفريغ للجسم البشري. فيقول أفضل طريقة لتفريغ الشحنات التي في الدماغ التي تجعل شيء من الاضطراب في التفكير، عدم توازن في حركة الإنسان، قال أفضل طريقة هي أن يضع جبينه على الأرض، أن تضع الجبين الجبهة على الأرض لتفرغ هذه الشحنات. نحن لا نحتاج من يثبت لنا أن ديننا هو دين الحق، ولكن كما يقال الحق ما شهدت به الأعداء. فالسجود يكفيك، قوله صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد. فتسجد تقترب من الله، تسجد تدعو الله دعاؤك مستجاب، تسجد في الثلث الأخير في جوف الليل أقرب ما يكون الرب من العبد في الثلث الأخير من الليل، وأقرب ما يكون العبد من ربه في السجود. فإذا ما كنت في حالة السجود في الثلث الأخير من الليل في شهر رمضان فادعوا الله سبحانه وتعالى في تلك اللحظات. هذه الحالة تفرغ الشحنات السالبة أيضا السلبية، فبعد الصلاة تشعر بهذا الارتياح العظيم. هذا بعض إشراقات أخي المسلم، بعض إشراقات الصيام وشهر رمضان على شهر رمضان على الجسد البشري. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعظم ديننا في قلوبنا، أن يجعلنا ممن يتمسكون بهذا الدين العظيم ويعضون عليه بالنواجذ، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه، فيا فوز المستغفرين التائبين. الحمد لله ثم الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. عباد الله، اتقوا الله حق تقواه، وراقبوه مراقبة من يعلم أنه يراه، واعلموا أنه ليس بغافل عنكم ولا ساه، وأنكم بين يدي ربكم ستقفون، وعن كل صغيرة وكبيرة ستسألون. فأعدوا للسؤال جوابا وللجواب صوابا. فقد قال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ثم أخي المسلم أعرض لك هذا المشهد الأخير،
بما يتعلق أيضا برمضان وشهر الصيام وسنة الإفطار على التمر وثمرة التمر. إذا ما أقبل شهر الصيام وشهر رمضان يقبل شهر التمور، أن نفطر على التمرات وأن نتسحر على هذا التمر. بعض ما ذكره العلم عن هذه الثمرة وهذه الهبة من الله جل وعلا، أو هي إشراقة عظيمة في كتاب الله جل وعلا، حين نقرأ عن أمنا عن السيدة مريم رضي الله تعالى عنها: فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها ألا تحزني، قد جعل ربك تحتك سريا، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. الماخض والمرأة التي تدخل في الطلق الولادة، لماذا القرآن وجهها أن تأكل الرطب؟ اليوم في جميع مشافي العالم، مشافي النسائية، حين تدخل المرأة كما يقال الولادة الماخض التي دخلت في مرحلة الولادة، فمباشرة يفتح لها الوريد ويوضع السيروم، السيروم سوائل، وهذا السيروم سيكون سكري. لماذا؟ لأن السكر مصدر للطاقة من أجل التقلصات الرحمية، لأن هنالك جهد عظيم ستقوم به هذه المرأة، فيوضع السيروم ويكون سكري. ثم يوضع في هذا السيروم بعض الأدوية، أحياناً ما يسمى الطلق الصناعي، يساعد هذه المرأة على التقلصات. هذه الثلاثية موجودة الآن في جميع مشافي النسائية في العالم. نرجع إلى ثمرة الرطب. ثمرة الرطب، والرطب هو مرحلة سابقة لتشكل التمر، يحتوي الكثير من السوائل، النسبة الأعلى من تركيبه سوائل ماء، ويحتوي على السكريات التي هي مصدر لهذه التقلصات، ويحتوي على مادة الإرغوتامين وهي مادة مقلصة للرحم موجودة في الرطب. لذلك قال: فكلي وهزي إليك بجذع النخل تساقط عليك رطبا جنيا. ثم اقرأ الآيات التي بعدها: فكلي واشربي وقري عينا، وقري عينا. ضع ثلاث أو أربع خطوط حمراء تحت كلمة قري عينا. لماذا جاءت كلمة قري عينا بعد تناول الرطب أو التمر؟ لأن هنالك مادة أخي المسلم محسنة للمزاج، مضادة للاكتئاب، موجودة في التمور، هي التي تعطي التمر اللون الأسمر وتعطي الشوكولا اللون الأسمر. هذه المادة موجودة في الشوكولا، إذا أعطيت طفلك مادة الشوكولا بعد ساعة أو ساعتين يتحسن مزاجه، تراه كثير الحركة، لأن المادة المحسنة للمزاج هذه موجودة في الشوكولا، وهي موجودة في مادة التمر. فقال جل وعلا: فكلي واشربي وقري عينا. فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما. اللهم مولانا رب العالمين، أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم مولانا رب العالمين، اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم مولانا رب العالمين، سيدنا إلهنا خالقنا، تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا، ولا تضرب بذلك وجوهنا مولانا رب العالمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم مولانا رب العالمين، دبر لنا فإننا لا نحسن التدبير.
اللهم ثبِّت أقدام عبادك المجاهدين، اللهم ثبِّت أقدام عبادك المجاهدين، اللهم أنزل السكينة عليهم، اللهم أنزل السكينة عليهم، اللهم أيدهم بجندٍ من عندك، اللهم كن لهم عوناً ومعيناً وحافظاً وأميناً مولانا رب العالمين، اللهم كن لهم عوناً ومعيناً في ريف حماة وفي ريف إدلب، اللهم أنزل سكينتك عليهم، اللهم ثبِّت أقدامهم، اللهم كن لهم يا رب العالمين في شهر الصيام كما كنت لمحمدٍ وصحبه في يوم بدر، اللهم انصرهم نصراً مؤزَّراً، اللهم انصرهم نصراً مؤزَّراً، اللهم عليك بالطغاة المجرمين، اللهم عليك بالطغاة المجرمين ومن والاهم مولانا رب العالمين، اللهم عليك ببشار ومن والاه، اللهم احصهم عددا، اللهم اقتلهم بددا، اللهم لا تغادر منهم احدا، انت عضدنا وانت نصيرنا، اللهم أنت عضدنا وأنت نصيرنا، إلى من تكيلنا يا ربنا يا خالقنا؟ إلى دول تآمرت علينا أم إلى من يتاجر بدمائنا؟ أنت عضدنا وأنت نصيرنا، خاب الرجاء إلا فيك يا ربنا، انقطعت الآمال إلا منك يا ربنا، يا خالقنا يا سيدنا، اللهم أبرم لهذه الأمة أمرًا رشدًا يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك مولانا رب العالمين، إلهنا وخالقنا، اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، سريع الحساب، اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم، اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبِّت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين، آمين مولانا رب العالمين. ثم أخي المسلم، أذكركم أنه في هذا المسجد المبارك بإذن الله سيكون اعتكاف، فمن أراد أن يعتكف في العشر الأواخر في هذا المسجد فبعيد الصلاة يتوجه إلى إدارة المسجد لتسجيل اسمه حتى يضبط العدد، فهنالك برنامج متكامل من حيث الدروس والقراءة والصلاة وما إلى ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من إخوتنا إدارة هذا المسجد أعمالهم وأن يجعلها في صحائفهم، آمين مولانا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.